السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، كنتمنى من كل من شاف هذا الفيديو انه ما فيه عباس ينزل لتحت ويدير لايك باش يطلع الفيديو ويشوفوه ناس اخرين. واللي كيشوف القناه لاول مره كنقول له مرحبا بك، اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش توصل بكل جديد. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله عباره عن صابلي بمذاق ديال الحامض، يعني الناس اللي كيعجبهم الحامض فهاد الصابلي راه كيجي من اروع ما يكون. نبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. هنايا عندي 125 غرام ديال الزبده ديال البواطه كيف ما شفتوا اللي استعملت، ونص كاس عنبه ديال السكر ثقيل ما يعادل تقريبا شي 4 ديال المعالق كبار، وغندير واحد القبيصه ديال الملحه وغادي نطربهم مزيان حتى يرجعوا على شكل كريمه. وهذا هو اللي زوين في هذه الزبده ديال البواطه، كتجي زوينه وما كتعذبش في الخدمه. في الاول كنت كنستعمل ديك المارغرين لذة، حقا كانت صعيبه باش تدمجيها بحال هكا وباش تخلطي معها الزيت، فكتحتاج المجهود ماشي بحال هذه. غادي نضيف نص فار ديال البيضه وربعه المعالق كبار ديال الزيت النباتيه وواحد نص معلقه صغيره اول غندير واحد نحك القشره ديال الحامضه، يعني نحك غير البلاصه الصفراء ما نوصلوش دائما للقشره البيضه، غادي نحكها كامله. وغنضيف معها واحد نص معلقه صغيره ديال نكهه ديال الحامض، فيها اللون وفيها النكهه بجوج، يعني حتى العجينه كتعطي هذاك اللون شويه كيميل للصفوره. دابا غادي ندمج هاد العناصر مزيان، غنطربهم حتى يندمجوا مزيان، عاد غادي نبدا نضيف في الدقيق ونضيف معاه الخميره. الدقيق طبعا دائما تيكون على حساب الخليط، غير المهم ما نقصحوهاش بزاف باش ما يجيناش طابلي قاصح، وفي نفس الوقت ما نخليوهاش خفيفه بزاف، لانه هنا غنضيف واحد نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. كما قلتي الا خليناها خفيفه بزاف فملي كندخلوها للفران كيتغير لها الشكل ديالها بحال كتجمع. هنا غادي نبدا نحرك ونشوف القوام كيفاش داير حتى نحصل على عجينة تكون لينة، عاد غادي نحبس. صافي العجينة، هذا هو القوام ديالها. هنا غادي نجمعها في واحد الفيلم اليمونتير وغادي ندخلها للثلاجة لمدة ديال واحد نصف ساعة تقريبا حتى ترتاح، عاد غادي ندوزو باش نورقوها. بعد ما خرجتها من الثلاجة فقسمتها على جوج، واحد النص اللي خليته في البلاستيك والنص الاخر سرحته بين جوج اوراق ديال بابي سولفيغيزي، ولا تقدروا ديروا بلاستيك بحال. وغادي نطبعها باي طابع كيف ما عجبكم، انا اختاريت ندير هذا. من بعد غادي نهزها وغادي نحطها في واحد الطاوة اللي فرشت فيها ورق الطاي حتى هي، والسم كيكون بحال هكا تقريبا شي 3 مليمتر، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش عاوتاني غليظ، لاننا غادي نجمعوا جوج ديال الحبات. هذوك البواقي نحاولوا ما نعجنوهمش البنات، فنجمعوهم غير بهذه الطريقه ونعاودوا نسرحوهم عاوتاني في نفس الوقت، غير نجمعوهم ونعاودوا نسرحوهم ونشكلوا منهم ونكملوا التشكال ديال الحلوه ديالنا بطبيعه الحال. صافي، من بعد ما كملت الطاوه ديالي غادي ندخلها الفران على درجه حراره 180 واحد ربع ساعه وغتكون طابت. في الوقت فاش كطيب الحلوه غادي ندوز نوجد الكريمه اللي غادي نلصق بها الصابلي ديالي، واللي درت هنايا معلقه كبيره عامره ديال الزبده وخمسة د المعالق كبار ديال السكر ثقيل اولا السكر كلاصي، وواحد المعلقه ديال كريم ديال البودر شونتيي، هذه اختياريه الا ما عندكمش ما ديروهاش ماشي مشكل. وغندير واحد نص معلقه ديال النكهه ديال الحامض وغنطربهم مزيان حتى نحصل على كريمه
اللي تكون عاقده وشاده في راسها. غادي نوريكم الشكل ديال الكريمه كيفاش كيجي من بعد ما كتطرب مزيان. هذا هو الشكل ديالها. صافي هنا غادي نحبس الحلوه ديالي. ها هي خرجتها من الفران. كيف ما قلت لكم خرجت لي 80 حبه، يعني فاش غنجمعوهم غيعطيونا 40 حبه. والكريمه ها هي واجده. غادي ندوزو دابا باش نلصقوا الصابلي ديالنا. كناخذوا وحده بنفس الطريقه اللي وريتكم في الصابلي اللي درنا ديال الكراميل، فكان كنطلي واحد الحبه بهذيك الكريمه، كندير طبقه مهمه ديالها، وكان ندير حبه اخرى وكنورك ولكن غيب شويه لان الصابلي راه هشيش بزاف، وكنحيد هذوك الجوانب بيديا. واخا توسخ ماشي مشكل لان مازال غادي يدار في الشكلاط. صافي غنستمر بحال هكا حتى نكمل كلشي. هنايا ذوبت الشكلاط ابيض وغادي نضيف ليه ملون اصفر غذائي بطبيعه الحال، يكون غبره ضروري يكون بحال هكا بودغ، لان الا درتو داك السائل فغادي يرجع هذاك الشكلاط عصيده وما غيبقى صالح حتى شي حاجه. غادي نضيف شويه بشويه ونشوف اللون، حتى نشوف اللون اللي عجبني. انا ما بغيتوش يكون صفر بزاف، فانا بغيتو يكون غير اللون بات صفر بات، غير كتذكير بان راه هاد الحلوه ديال الحامض وصافي. هنايا مازال غادي نزيد شويه وغنحرك، وهذا هو اللون اللي انا باغيه. صافي غندوز دابا باش ندير الحلوه ديالي في الشكلاط. كنطليها وكنهزها بواحد الفرشيطه وكنحاول نضرب باش نحيد السوائل. من بعد كنحطها في واحد الكاغيط ديال ورق الطهي ولا ورق الزبده وكنخليها حتى كتنشف. من بعد كناخذ الموس وكنحيد لها دوك الزوائد اللي في التحت غير باش تفينا الحلوه ما تبقاش شكلها ماشي هو هذاك. من بعد كناخذ خديت واحد البوش ودرت فيه شويه ديال الشكلاط ابيض ودرت به خطوط، وغادي ندير ليه شويه ديال العقيق في الدوغي. والتزيين تيبقى على حسب الذوق، يعني تقدروا تزينوها باي حاجه بغيتو. هذا هو الشكل ديالها البنات كيفاش كيجي. بطبيعه الحال انا غير باش نوريكم درت وحده بوحده، اما هي راه نورمالمون غادي ديروا اربعه غادي ولا خمسه، غتستفوهم وغديروا الخطوط في مره واحده، ولكن ديروا داك العقيق في البلاصه قبل ما ينشفوا دوك الخطيطات حيت هما اللي كيشدوه. صافي غنستمر بحال هكا حتى نكمل الحلوه ديالي كامله. والشكل النهائي ديالها هو هذا البنات، راه تجي رائعه غير جربوها. وحتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى انه يعجبكم، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم ومن التعاليق ديالكم علاش لا. ونتلاقى ان شاء الله في فيديو اخر.